بقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش. الفقر كان كتير جدا جدا لغاية ما دخلنا الجامعة. يعني انا فنون جميلة واحمد كلية التربية الموسيقية، يعني لدرجة ان احنا طول السنة كده قميص واحد او اتنين. بابا بيصارحنا بكل حاجة وامي مؤمنة بموهبته. عندي 10 خلان وخالات، اللي بيلعب عود واللي بيغني الفريد. امي كنت اشوفها وهي قاعدة في المطبخ وانا صغير كده، قاعدة اور الكوسة. كل يوم خميس نتجمع الخلان والخالات، كل بيغني. ابويا هو القائد لان هو المحترف الوحيد اللي فيهم. ابويا ملوش عيلة، عنده 6 اخوات توفوا وهو اللي فضل، وابوه وامه ما بيشوفوش، ماتوا وانا يمكن صغير. وكانوا عايشين في بني سويف في الفترة اللي بابا يعني يعني جه مصر فيها، دخل الإذاعة ودخل كمان معهد الموسيقى الأول. في الأواخر قبل ما يتوفى بحاجة بسيطة بقول له بحس إن أنت اتظلمت وكده، فقال لي لا خالص خالص، أنا ربنا أكرمني بيك أنت وأحمد. وحظي إنه من الأول خالص ما كانتش فكرة تتر مسلسل مغناه معروفة، والبداية طبعا كانت ترخير وبليغ حمدي إنه يحطني بالشكل ده.